نورتينا. أهلا بالكل، شكرا، منور بيكي. كيفك نوف؟ How are you doing؟ كويسة تمام، الحمد كيف لله الصيام معاكي؟ الحمد لله، كويس، excellent، الحمد لله. حاسة انه من اخف المرات بالنسبة لي. مرة أنا قاعدة أقول لنفسي نفس الكلام اليوم، بقول يمكن عشان أول يومين لسه، بس فعلا مرة بيعدي بسهولة الحمد لله. بس عادة الأيام الأولى بالنسبة لي كانت تكون ثقيلة. صح، يكون فيها ال withdrawal، القهوة والصداع وال صح، أنا ماني من رماعة القهوة، فما مو مرة. ايوه نورتيني نوال، خلينا نبدأ بأنه نعرف بيكي. أبغاكي تقولي لي شوية عن نفسك، كيف أنتي اليوم في المكان اللي أنتي فيه، وإيش كان الباك جراوند حقك، وكيف اليوم صرتي في اللي أنتي بتسويه. طيب، أهلا بالكل. أنا اسمي نوال خلاوي. بدأت مشواري بإني درست صعوبات تعلم أيام الجامعة زي نوف، سبحان الله، ودرسنا صعوبات تعلم، وبعدين تخرجت واشتغلت مع أطفال. ولما اشتغلت مع الأطفال كنت أشوف كيف الأكل يأثر عليهم وعلى تعليمهم وعلى نفسياتهم. كنت دائما ألاحظ الفرق بين الأطفال اللي بيجوا المدرسة بلونش بوكس في أكل حي أكثر، وفي يعني خضار وأشياء، أو حتى لو خيارة أو تفاحة أو شيء، وبين الأطفال اللي بيجوا المدرسة بمثلا ساندويتش نوتيلا وأشياء زي كذا. فكنت أشوف، بس ألاحظ الفرق وأتكلم مع الأمهات. فطول عمري عندي شغف الأكل والصحة من صغري، هذا بسبب تربوي يعني في البيت. فصرت أشوف العلاقة بين الأكل والصحة مع كل شيء ثاني في العالم. ففي مجالي اللي هو كان التعليم، هذا كان الشيء اللي كنت أنا بركز عليه. فكنت أتكلم مع الأهالي، مع الأمهات لما يجوا ياخذوا أطفالهم، وندردش شوية عن الأكل وإيش ممكن يستبدل، وبدائل بسيطة، أشياء في اللانش بوكس. وكانوا دائما يتفاعلوا ما شاء الله، يعني أكثرهم كانوا يغيروا، أرجع اليوم اللي بعده ألاقي شيء بسيط تغير ومرة أنبسط. فبعدين واحدة من الأمهات قالت لي: نوال، ليش ما تفتحي أونلاين شيء إنستغرام ولا ويب سايت ولا أي شيء، وتحطي لنا فيه وصفات؟ عشان إحنا أكثر الوصفات بالإنجليزي أونلاين، وصعب إننا نلاقي أشياء بالعربي وتناسب مجتمعنا، أشياء ما هي صعبة نلاقيها هنا في جدة أو في السعودية. فقلت لها: طيب ليش لا؟ وكنت عندي وقتها ياسين، ولدي كان بيبي، فكنت الشيء اللي أعمله هو أصوره وأحطه وأكتب وصفته، يعني بكل كان شيء كذا على جنب. أيوه. بعدين شوية شوية بدأت أحط أشياء أكثر، أشياء يعني، لأن دائما كنت أشوف إنه الأكل له علاقة في أشياء ثانية، ما هو بس أكل مفصول عن يعني باقي كياننا. احتراما لعقلنا وروحنا وجسدنا، لازم ما نقدر نفصلهم عن بعض. فصرت أكتب أشياء وأدون بعض الأشياء اللي هي ربط الأكل بالصحة الشمولية. بس طبعا هذا كان كله حب وشغف، شيء على جنب. اجتهاد شخصي منك. بالضبط. بعدين لما حملت في ولدي سليمان الثاني، حسيت انه كان تو ماتش اني اشتغل فول تايم او دوام كامل ومع طفلين. فانا في الحامل في الشهر السابع وقفت شغل، بس كنت حاسه اني لازم اسوي شيء، وكنت عارفه اني مره احب الصحه والاكل والصحه الشموليه، وكنت ابغى اتعلم اكثر عنها. فجات من الله سبحان الله، في المدربه حقتي في الجيم قالت لي: في اونلاين كورس مدته سنه يعلمك عن الصحه الشموليه. دخلت اخذت الكورس سنه، خلصته، رحت نيويورك، رحت الكونفرنس، تعلمت في دي الفتره. فهذه بس مسج بسيط، انه حتى اللي حامل او اللي ولدت او اللي مشغول او اللي يقدر، في اوبشنز كثير الواحد يسويها اونلاين، يستغل وقته فيها وينمي ذاته فيها. فخلصت هذا الشيء، ومن بعدها حسيت نفسي في ذا المجال، ما حسيت اني هل كان صعب انه تاخذي الكورس وانتي عندك بيبي؟ كان مرة صعب. لكن هذا الكورس يعني قرأت وبعت لهم ايميل، قلت لهم انا كذا وضعي بالضبط، هو ده اي اي ان، في احد كتب اسم الكورس Integrative Nutrition. سأبعت لهم ايميل قلت لهم انا كذا وضعي، هل هو مناسب لوضعي ولا حيكون الشغل مرة كثير؟ قالوا لي: احنا مصممينه للناس المشغولة، فالناس اللي بتاخده اكثرها عندها دوام كامل وبتاخده مثلا بتدرس في الليل، بتدرس في الويك اند، فهم عاملينه بدي الطريقة. طافي. ايوه، واكثر الاشياء اللي بنتعلمها فيديوز.
فتحطي الفيديو وانت بتسوي وانت بتهتمي في البيبي. فكان كذا الموضوع يعني حلو. دخل، وعشاني مره احبه يا نوف، وعشانه حسيته مره له علاقه، والله نميت نفسي من خلاله. وانا بسمع يعني، ما كان علم متجزئ عن حياتي، كان شيء كاني كل يوم الشيء اللي باخذه بطبقه. حلو. فا ايوه، فكان جدا مناسب في ذاك الوقت اني اسويه. بعدها بعد ما خلصت السنه حسيت نفسي اقدر، اخذت كم شهر الين ما خلاص حسيت اوضاعي في البيت مستقره. بعدين اخذت استاجرت مكتب في وايت سبيس اللي هو مكتب مشترك، وصرت اعمل الهيلث كوتشنج او الارشاد الصحي هناك. ومن خلال هذا البراكتس اتعلمت وتعلمت وتعلمت. وبعدها لما اولادي شويه كبروا وجات الفرصه اني اقدر اسافر، رحت لندن واخذت كورس في كوردون بلو، مدرسه الطبخ اسمه جاسترونومي اند نوتريشن، اللي هو التغذيه عن طريق الاكل الصحي. وطبعا كان في طبخ وكان في ثيوري او اشياء تتعلميها. فبس من بعدها دخلت الاثنين مع بعض، اللي هو الاكل والصحه وهذا كله، الصحه الشموليه. وهير اي ام. وكيف كيف حاسه انه، هل تحسي انه مثلا الخطوات اللي مشيتي فيها اول، سواء في شيء مقطع ما قلتي، مقطع البزنس، كان عندك بزنس حق اكل at some point؟ ايوه ايوه قبل، صح صح حسيت اني بختصر عشان ما ابغى. لا لا تختصري، هذا اوكي. مكان. كنت فود ايفولوشن من لما بدا كبلوج، بدا كانستغرام اكاونت صغير. من البدايه الصراحه يعني، حتى لما انزل دحين في الاكاونت حقي قبل كم يوم عملته، وشفت اظن ثاني او ثالث بوست كان اني وانت من اول الناس اللي كنتي تشتري السن دراي توميتوز، الطماطم المجفف و الجرانولا والاشياء اللي كنت ابيعها وقتها من البيت بكل بساطه. وحقيقي يعني فكره انه يا افتح بزنس يا ما اسوي ولا شيء راحت مع الاونلاين بلاتفورمز هذه، وهذا خير يعني، شيء مره حلو انه نقدر نسوي الشيء على قدنا. انا ما كنت اقدر اكرس وقت مره طويل لهذا الشيء، فكنت على قد ما اقدر لما اعمل شيء احط على انستغرام ترى عملت كذا، واللي يحب يطلب وكذا. كان الموضوع عفوي جدا. فكان عندك منتجات تبيعيها، منتجات صحيه ولذيذه، انت كنت تسويها وكنت تبيعيها، هذه كانت من البدايات. ايوه من البدايات، وكنت اشترك في بازارات واشياء زي كذا على اساس اي ماركت ليها. فايوه كانت ايام حلوه. كيف تحس يعني، مر عليك وقت انك انت كنت مدرسه، ومر عليك وقت انك انت كنت بزنس وومن، حتى لو على يعني صاحبه مشروع صغير، حتى لو على مستوى صغير. أيوة. وجاكي وقت انك انت كنت مرشده، كيف تحسي انه اليوم هذه الجوانب كلها حيه لسه فيكي؟ هل واحد تحني الواحد فيهم، نفسك ترجع لواحد فيهم، ولا تحسي لسه عايشاهم بطريقه او اخرى؟ صدقي نوف، من جد احسهم كلهم تمزجوا مع بعض وكونوا وجودي اليوم. يعني الاشياء اللي تعلمتها في التعليم وفي دراسه لصعوبات التعلم هي اللي حسستني اني عندي دا هذه الرساله، هي اللي حسستني انه ابغى اغير شيء في المجتمع، لاني كنت كل يوم اشوف دول الاطفال واحبهم واحاول اني، لاني احس كل شخص لازم يكون عنده أكيد عنده شيء يبغى يغيره في العالم، ممكن لسه ما يعرف شو هو، ممكن في أشياء كثير يبغى يغيرها، لكن أنا عرفت إنه هذا الشيء اللي أبغى أغيره من خلال تعليم، من خلال التعليم، من خلال تدريس الأطفال. ولسه كملت صدقيني، فتحت ذا سوبر تشايلد بروجكت برضه، مشروع متشاركة فيه مع، أيوه، وأعمل كامب للأطفال. وفي رمضان طبعا دي السنة ما عملنا شيء، لكن قبلها آخر 3 سنين بأعمل مع شريكتي شهد ناغي، بنعمل كامبس رمضان، كامبس الحج، كل ما يكون في إجازة كذا نحاول نعمل كامب إننا نعلم الأطفال كيف يطبخوا وكيف يسووا رياضة وكيف يهتموا في نفسهم ويربطوا نواحي الصحة المختلفة ببعض. فهذه جزء من الرسالة. نكد إيش؟ عشان ما يصير بالنسبه لهم الاكل الصحي نكد او ايوه قصد. ايوه وعشان نبين لهم انه ترى هو لذيذ، ترى هو فعلا، احنا ما بنحاول نضحك عليكم، هو من جد يعني. مثلا من اخر السنه اللي فاتت عملنا الكوسه اللي هي شكلها زي النودلز اللي هي يسموها زوجي، ايوه.
فلما شافوا كيف تتعامل، مو بس كلهم تحمسوا انبسطوا وصاروا يقول يا الله كيف سباجيتي معمول من الكوسه، وانا ما احب الكوسه اصلا، وكثير منهم قالوا ليه ما حندوقها اصلا. طيب حطينا عليها مارينارا صوص، واللي بعض الاطفال اللي عندهم انه انا ابغى اكون رهيب وادوق قبل كل احد، يعني حاولنا نستغل السايكولوجي حق الاطفال بانهم يجربوا، وانهم لانهم الاطفال زي ما يقولوا they're all born scientists و explorers، الاطفال بفطرتنا نحن كبشر مغامرين ونبغى نكتشف ونبغى نتعلم، لكن مرات ينطمس ذا الشيء من الكبار ومن المجتمع. فانبسطت انه لسه يعني kind of قدرت اني اجر موضوع التعليم والاطفال وكذا الى اللي انا بسويه اليوم. فما تحس انه يعني درستي ذا المجال على الفاضي او ما له داعي؟ ابدا لا لا ابدا. قلتي درستي ذا وقلتي يا ريت درست تغذيه ما ادري ايش. لا صدقي ابدا، لانه التغذيه على قد ما احبها ما احب التكنيكاليتيز حقتها، احب اشوف الاكل، احب انبسط بالاكل، احب اتفنن في الاكل. فلا يعني جات ايام طبعا احس الا ما يعني ايام تجيني اني اقول طب لو درست علم نفس، انا ما كنت ابغى ادرس علم نفس من انا صغيره، وارجع اقول طب لا عشان ما كان في الجامعه اللي انا كنت ابغاها فما سويت، وبعدين اقول لو درست تصميم مره احب الفن والتصميم. ففي ايام تجي في بالي دي الافكار، بعدين طبعا ارجع اقول ما كنت حكون هنا اليوم لو ما حصل كذا. الحمد لله. فتحسي كل شيء زي كانه صب في مجال معين او علمك صقلك من ناحيه معينه عشان تكوني انت نوال اليوم. طيب هذه بالنسبه لرحلتك كيف وصلتي في مجال العمل. طب انت قلتي انه انا مهتمه بمجالات الصحه والاكل الصحي من انا صغير عشان هذا كان شيء في بيتنا. كيف ذا الشيء كان في بيتكم من زمان قولي لي؟ طيب هذا الشيء بفضل الاثنين، يعني صراحه امي وابويا هم الاثنين مره مهتمين في الصحه وفي الاكل، لكن أمي كانت حاطة رول في البيت أو قانون، إنه طبعاً أمي ألمانية يوغوسلافية، فالعرق الألماني جداً تعرفوه يعني معروف غني عن التعريف. أيوه. فكانت عاملة لنا قوانين إنه كل واحد فينا لازم يكون عنده عمل منزلي وهو مسؤول عنه، يعني ما في مجال انه اقول لا ما ابغى تعب ما في، لا خلاص كل يوم عندي شغل كانه دوام، شيء لازم اسويه كل يوم وانا اختار ايش هو. كانت حاطه لستة اشياء، منها اشياء ساعات فيها في البيت، منها اشياء مثلا اختي الكبيره كانت تدرس اخوي الصغير، كذا اشياء. فانا مسؤولية. فانا اخترت التي تايم اللي هو وقت لانه كنت مره صغير، كان عمري 5 وقتها ولا 6، فما كان اني حدخل اطبخ، بس كان اني ارتب سفره الاكل واني اختار وادخل المطبخ مع المساعده اللي في المطبخ واسوي معاها افكار، وانا اديها الفكره واسوي اللي هو الشيء اللي على قد سني، ولازم السفره تكون بشكل معين. وادتني ماما كتاب كده مكتوب فيه كيف تطبق النابكنز وكيف ايش الاكل اللذيذ مع ايش وكذا البيرنج وذا الكلام. الشاي العصريه كنت مسؤوله عن شاي العصريه. بالضبط شاي العصريه. فمن وقتها هذا اللي خلى، وصراحة حتى من قبلها كانت ماما تحكيني تقول لي انت كنت تقعدي تحت الطاولة وانا بعجن وتطلعي تاخذي لك قطعة عجينة وتنزلي تحت الطاولة ثانية وتاكليها. فا اي ثينك الاسلوب الاكل متعة، اظن كل احد يعني اكثر الناس مرة يحبوا الاكل، ما هو شيء اظن اثنين يختلفوا عليه، طبعا نوع الاكل ودا كله مختلف، بس فمرة كان عندي علاقة إيجابية مع الأكل من صغري، وكنت أشوفه فن وكنت أشوفه أقدر أفرغ طاقتي فيه بطريقة ممتعة. بس فصرت أسوي وقت الشاي العصري هذا كل يوم، وشوية شوية، أو حتى أحكيكم على يوم أمي وأبويا سافروا، كان عندهم سفرة وكنا إحنا في البيت، ولما رجعوا كان ممكن وقتها عمري 7 سنين أو شيء، ولما رجعوا قلت يلا أعمل لهم وقت الشاي مختلف كذا مرة، أبغى أتفنن اليوم هذا الشيء اللي يعني أفتكر يومها إحساسي كان إني أنا حسوي شيء ما حصل. طيب ولا إني فتحت كتب ولا شيء، قلت حخترع. فأخذت أكثر شيء كنت أحبهم في المطبخ، الخيار والأناناس. طيب كنت مرة أحب الاثنين، فأخذت خيارة وجوفتها
حطيت فيها عصير أناناس، طيب، وحطيتها في كاسة كده طويلة، وبس سويت 2 كده، يعني إنه كشخة، طيب، وحطيتها. ولما دخلوا من الباب وهم راجعين من السفر، واو إيش ده، طبعا بابا جاملني على طول، قال لي الله مرة حلوة وشكرا وكده. ماما طلت قالت لي إيش اللي جابته، بس أبغى أفهم الكومبينيشن. قلت لها أناناس مرة لذيذ، اوكي مرة شكرا حلو، بس خلاص عرفت من وشها انه غريب، انها ما هي حاسة انه رهيب يعني. وحرام جاملتني وشربته، وحسيت في وشها باين انه مرة استغربت من الكومبينيشن، ما كان مرة. فوقتها انجرحت، ما اقول لكم الحقيقة انجرحت، مع انها حرام ما قالت شيء، والى اليوم تقول لي ترى والله يعني ما كان قصدي، انت مرة كنت حساسة، انا ما كان قصدي. بس فعلا هذيك الحكاية يعني يمكن هي اللي قوتني اكثر وخلتني ابغى اتعلم اكثر. لو كنت حاسه انه لا I'm fine، ما كنت يمكن طورت هذه الناحيه، او حسيت انه في عالم، في شيء اقدر اصلحه، عرفتي؟ فالconstructive criticism برضو مهم، وانه الواحد يحس انه هو يقدر يطور. يعني جاكي حزن بعدين قلتي انه لا لازم اضبط ايوه المره الجايه. ايوه فصار الموضوع يعني لا ما ينفع، لازم اضبط ارتقي الاطعمه. ارتقي بالاساليب حقتي. ومن وقتها بس كذا كنت اعمل زي التجارب في المطبخ، وما اقول لك اني ادخل المطبخ كل يوم، الى اليوم اقول لك ما ادخل اطبخ الغداء وهذا كل يوم. حبي للاكل احب اخترع في الاكل، ما احب اسوي شيء دائما اسوي، عرفتي؟ ما احب اسوي شيء معيود او يعني، عرفتي؟ فبس صراحة من ناحية طب شمولي، من ناحية صحة شمولية، بابا كان عنده محل ونحن صغار، احنا انا اتولدت في الخبر. لما امي وابويا جو من امريكا عاشوا هناك فتره، فانا اتولدت هناك، وبابا فتح محل اسمه نبع الطبيعه. فكان زي فكره ابازير اليوم، كان في سناكس واشياء، وجبات خفيفه صحيه، وكان في المالتي فيتامينز والاشياء هذه والزيوت والكذا. فافتكر ريحه المحل الى اليوم، افتكر دي الاشياء الصغيره. ايوه، وهذا يمكن برضو شيء من اللي شكل هذا الحب والشغف فيه، لانه يفكرني في امي وابوي، يفكرني في طفولتي. في البيت ما كنا ناخذ ادويه يعني، حقيقي جزاهم الله خير. ويعني كنا افتكر اي شيء نحس به، ماما اول شيء تقول لنا ترى لا تفكروا فيه، لما تفكري فيه زيد، انت خلاص العبي، ارسمي، سوي شيء ثاني. اذا كان مره فعلا خلاص طايحه، كانت تداوي بأعشاب، اللي هي الهيربال تيز، بزيوت، تعمل لنا مساج كذا أشياء. فوالله الأيام اللي أخذت فيها بنادول ولا شيء تنعد على الأصابع من طول حياتي، والحمد لله. أكثر إيش؟ فالأكل كدواء مو بس بالضبط، يعني. الأكل كدواء، ومو إنه والله أنا مريض الحين حاكل شيء على طول لا، هو لايف ستايل، هو لازم نمط حياة وفكر ويعني شيء تتعودي عليه وتكملي حياتك عليه، ما هو ماجيك بيل. وهذه مشكلة الأدوية، إنه تاخديها وتقولي خلاص أنا صرت كويسة، وتروح الأعراض وتحسي بنفسك، عرفتي؟ فما هو نوال في شيء تاني، انه في ادويه تغطي لك العرض اللي جسمك قاعد يحاول يقول لك هو. بالضبط، جسمك فالناس بيتكلم معاكي. اللي عايشين سنين طويله كل يوم ياخذوا دواء الحموضه، طب بالضبط، ايش المشكله؟ هل في مشكله في المعده؟ هل في مشكله في الاكل؟ هل انا باكل اكل غلط؟ بالضبط، فكل يوم يجيني حموضه، كل يوم اخذ دواء الحموضه، طب طول حياتي. بس احنا لو بس قررنا انه انا ما ابغى اقول نمنع الدواء، بس ناجل الدواء، ناجل الدواء. لو الصداع استمر كمان وسويت كل الاشياء اللي اقدر اسويها، وبرضه يعني خلينا ناخذ الصداع كمثال يعني قبل ما نكمل، انه انا بس زمان كنت بس اصدع واخذ دواء، اصدع واخذ دواء، يا الله مر يوم بصدع واخذ دواء. اليوم لما صرت اسمع لجسمي اكثر، لما صرت يعني صدقي ما اتذكر متى اخر مره اخذت بين كيلر، الحمد لله. ممكن ما اعرف ممكن سنه. ايوه، ف وما بقول انه والله هذه قدرة خارقة، لا بالعكس، بس اني صرت استنى شوية او افكر في السبب. فانتبهت لشيء، انه كل مرة اكون مصدع في سبب، يا اما جفاف في تجربتي انا، يا اما جفاف اكون ما شربت موية، او ما دخلت حمام، او ما نمتي، او 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 ما نمت. فثلاث اسباب بالنسبة لي اللي تجيب لي انا الصداع، لما تكون بطني ملخبطة والهضم حقي ما هو كويس، عندي امساك، ما بدخل حمام بشكل منتظم، ما شربت موية وبرضه تصب في الاولى، والثالثة لما النوم يكون ملخبط، سهرت وصحيت بدري.
وبس اني انتبهت لهدول خلاص عندي اشياء اقدر اسويها عشان اتعامل، وكل مره اسوي كل شيء، يعني اشرب مويه، احاول ادخل الحمام، اكل اشياء تمشي لي بطني وارتاح شويه، اخذ ناب، راح الصداع. بالضبط. هذا هو مهم، زي ما انت قلتي، مهم اننا يعني نستوعب انه الاعراض اللي تجينا هي جسمنا بيحاول يتكلم معانا، ومره مهم نسمع له، ولو سكتناه ما حنعرف ايش بيقول بالضبط. لو كانه تخيلي بتحطي يدك على فم احد وبتقولي لا تتكلم، لا تقولي ايش بك، ما ابغى اعرف، خلاص بس اسكت. طب هذا الشيء يتراكم 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 ويتحول لمرض مزمن، مرات يتحول لشيء اكبر. فمهم انه الواحد من بدري يلحق على أو تمرضي بسبب الدواء، يعني في بالضبط. أدوية تحلل لك العرض هذا لكن تتراكم بعدين تعمل مشكلة مثلا في الكلى، لأنه طب أنا جلست مثلا ما تألمت ما تألمت ما تألمت، بعدين لا سمح الله ممكن تحصل مشكلة في الكلى، فإنه في أعراض جانبية تانية مو بس إني أنا ما سمعت لجسمي. فحلو مرة إنه كبرتي بفكرة إنه مو على طول حأجري للدواء، وأكيد في أوقات نحتاج فيها الدواء أكيد، لكن ما هو أول شيء. ايوه ما 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 ايوه بالضبط، ما مدلول. يعني ما ننكر انه الادويه مهمه للضروره القصوى او كاخر ريزورت او اخر وسيله. طب واحنا بنقرر عنوان اللقاء هذا قلت لك اتكلم، انا طرحت عناوين ثانيه وانت قمتي قلتي لي، انا كنت بقول لك خلينا نقول كيف غيرتي اكلك، بعدين قلتي لي بس انا اكلي زي ما هو، يعني تغير شويه بس اكلي زي ما هو، فانا وانت اقترحنا العنوان الجديد مع بعض كيف غيرت علاقتي بالاكل. فكيف خلينا نتكلم كيف كانت علاقتك بالأكل أول، وإيش اللي تغير وليش؟ اوكي. زي ما قلت لكم، يعني فكره انه الاكل هو فكره كانت موجوده، عشان كذا ما كنت ابغى اقول غيرت اكلي، لانه فعلا هو كان تقريبا نفس الشيء طول حياتي، بيتطور شويه شويه بس نفس لكن الشيء اللي مره مهم اني غيرت طريقه تفكيري عن الاكل وطريق وعلاقتي بيه. زي ما قلنا، ايش يعني هذا الكلام؟ الاكل، علاقتنا بالاكل تبدا في رحم امهاتنا. لما انا كنت بيبي في رحم امي، في بطن امي، ايش الاكل اللي هي بتاكله بياثر علي، وهذا شيء معروف، وياثر بعدين في الحليب اللي برضعه، وياثر بعدين لما اكبر واشوف اهلي ايش بياكلوا. هذا كله يكون علاقه بيني وبين الاكل. زي ما بتكبري وتكوني علاقه بينك وبين، او بتكوني فكره عن الثقة، عن الحب، عن الرجل، عن الامرأة، عن البست، عن الكلب، عن أي شيء في العالم، وأنت طفلة بتكون هذه العلاقات. فعلاقة الشخص بالأكل تبدأ من صغره، ولكن هذا أبدا مو معناته إنه ما يقدر يغيرها زي أي علاقة ثانية في العالم. فلما يوصل لسن معين، زي اليوم مثلا، إحنا في سن معين، في وعي معين، عارفين إنه مثلا هذه الأشياء صحية، هذه الأشياء ما هي صحية، هذه الأشياء نبغى، لكن كيف نقدر نغير العلاقة اللي تربينا عليها أو اللي شفناها ونحن صغار مع الأكل؟ هذا الشيء اللي أنا بحاول إن شاء الله اليوم أوصل لكم، هو عن طريق تغيير عاداتنا، عن طريق تغيير معتقداتنا عن الأكل. فهتكلم عن نفسي أول عشان نقدر نشوف كمثال يعني. أنا كان عندي دحين this is very vulnerable يعني حقولها، الحلويات كانت ممنوعة وأنا صغيرة، ما في مجال. طيب، فكان موضوع الحلا بالنسبة لي ممنوع مرغوب طول عمري. طب طبيعي. أيوة، أشوف الناس، شوفي إحنا برضو عشان تربينا في الخبر بعيد عن أهلي وبعيد عن الناس، العيلة اللي هنا اللي حتأثر طبعا، وحشوف قريباتي طبعا حاكل زيهم، وما حد يقدر يقول لي لا خلاص انا في بيت ستي مثلا ولا في بيت عمتي ولا، لكن عشان انا تربينا في بعيد، كنا شوي معزولين عن ذا الموضوع، يعني ما كنا نشوف مثلا نوتيلا وجبنه كاسات واندومي، دي الاشياء ما كنت اعرفها وانا صغيره. حلويات والحلويات، ايوه. فطبعا وانا صغيره، حكيك شيء مره يضحك، كان عندنا واحد سواق كان يجيب لنا حلويات من البقاله ويدينا هي على اساس يحزن علينا. وما اقول لكم هذا الشيء صح، يعني انا دحين مع اولادي بحاول اني اكون، بس كل ام بتحاول قد ما تقدر. مع اولادك بس خلينا فيكي. ايوه، فانا
كان هو لما يجيب لنا دي الحلويات طبعا مره انبسط واكلها من ورا ظهر اهلي وزي كذا اشياء. فهذا كون عندي علاقه مع الحلا علاقه سريه اللي هو ما حسوي قدام الناس ولا لانه هو غلط. عندي شعور بالذنب لانه السكر يغذي الكانسر سيلز او ال يو نو ات ما هو خلايا السرطانيه لانه خلايا السرطانيه الكويس ايوه. ولما درست الموضوع كمان عرفت انه فعلا السكر از ذا ديفل. طيب ولكن مين ما يحب الحل غير ناس مره قليل. فصارت عندي هذه العلاقه السريه مع الحل. فكيف كنت تعيش؟ فكنت ايوه فكنت مثلا اكل وجبتي عادي واكمل يومي كله تمام، اجي في الليل افتح شوكليت بار كذا وانبسط عليه وما حد شايفني. طيب هذا وانا بقول لك صغيره باكبر يعني تينيجر زي كذا. حتى مع صحباتي الناس اللي I can be myself معاهم وكذا ما كنت انكسف اني اكل حلا قدام الناس اللي احبهم ويحبوني ويعرفوني، خصوصا اني طول عمري اقول هذا ما ينفع ولا كيف بتطلب وكيف سي وكيف بتسوي، ما مو بس الحلا كل الممنوعات عرفتي كل الاشياء المقالي والحلا ودي الاشياء. فسبب عندي شويه انفصام من دي الناحيه عرفتي انه اوكي ابغى بس وما حاخذ مره يعني حتى لما اعمل الشيء السري ده واني اكل الحلا لوحدي ما يعني احس لسه بالذنب وما احب اتكلم عنه وما احب وانساه اتناسى حتى لو كميه قليله حتى لو كميه قليله. وصراحه بقول لك انا ما احب مثلا ما احب ازود فيه يعني ما الى اليوم ما يناسب جسمي اصلا، لكن شويه الحاله اللي كنت احبها ولا اكلها احاول اني ما اعملها ان بابليك، ولو عملتها اقول يا الله اليوم مره حسوي شيء يعني عرفتي. وحقيقي يا نوف اضحك على نفسي واقول اني انا اصلا ما سويت ما اخذت شيء عادي بس اخذت قليل عرفتي زي كذا. يعني احساس بالذنب وبالعار كان مره كبير. نوال انا بس ابغى اوقفك وابغى اقول لك انه مو بس انت، انا كان عندي واعتقد ناس مره كثير من اللي بيسمعوا الان عندهم نفس التجربه. فبس أيوة. ابغاك تستوعب انه احنا مره شبه بعض يعني كبشر أيوة. اكثر أيوة. ما نختلف عن بعض ايوه فكملي أيوة. وانه وعي مره فنان يعني كثير من الناس الين دحين ياكلوا كذا 4 لقمات بسرعه أيوة. من حلا وما حد شافني كانه لو ما حد شافني عادي، وهذا مرتبط بالطفوله. كملي بالضبط بالضبط هو هذا فكره انك تخبي هذا الشيء او انه هذا الشيء غلط مره غلط 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 والحرمان مبالغ فيه ايوه ايوه. فزي لما تفتح الثلاجه وتاكلي قدام الثلاجه وتقفل الثلاجه كانه ما صار شيء عرفتي. فهذا كله العقل اللاواعي انه خلاص ما يبغى يحس بالذنب، انت ما تبي تحسي انك سويتي شيء غلط. فالمهم كبرت على ذا النمط. وحتى جاتني فتره كنت يعني الحمد لله ما اقول لك عمري كنت اوفر ويت مره، لكن جاتني فتره كنت احس اني بيزيد وزني وبتقل ثقتي في نفسي. هذه اقدر اقول لك يمكن عمري 15 16 وقت اصلا حرج، وقت اصلا الواحد ما هو عارف هو انا بنت ولا امراه ولا صغيره ولا كبيره وكذا، يعني وقت اصلا غريب. ففي هذيك الفتره اللي بدا اللي كان بيكمل معايا هذا الموضوع، والى الين حقيقي الين ما يعني ما اقدر اقول لك وقف في وقت معين، بس انه هو بدا يخف مع الوعي ومع الكبر ومع حبي لذاتي ومع اختيارات اخرى في حياتي اخترتها عشان اكون صادقه مع نفسي. لانه تختاري يعني لما يكون عندك دي الفكره، انا مثلا كان عندي دي فكره اني ما ابغى احس بالذنب ابغى اسوي الشيء الصح، فتروحي تختاري سواء كان مجال عمل سواء كان زوج سواء كان شغل سواء مهما كان تختاري الاشياء اللي هي تبغي تكوني صح، ما تبي تسوي الشيء الغلط، ما تبي تحسي بالذنب. فلما اخترت أشياء تانية في حياتي غيرتها، وهذا خلال دراستي للصحة الشمولية هذا الكورس اللي قلت لكم عليه الأونلاين هو اللي أداني ده الوعي، وهو اللي خلاني أستوعب أني أنا عايشة حياتي عشان أرضي أحد ما أدري من هو عرفتي. يعني مو أنه أهلي مثلا حيقولوا لي لازم تسوي أو لا، خلاص كبرت بس ترضي الأم الصغيرة اللي جواكي اللي ممكن. كان يمكن حتقول لا وما تدري انه كانت حتقولها ولا لا،
بس كأنه بالضبط. كل واحد فينا عنده أم صغيرة وأب صغير، حتى لو أمك اليوم تقول لك كلي حلاوة زي ما تبغي، بالضبط. بس هديك الفكرة جالسة مزروعة معك، أنت تصيري المراقب على نفسك، يعني you mother yourself harshly، يعني تكوني شديدة على نفسك كأم بينك وبين نفسك. كملي. فبس أبغى أعرف، وانت قلتي في سن المراهقة كذا كان، خلينا نقول لما كبرتي، لما نقلتي على جدة، لما أيام الجامعة، لما ارتبطتي، لما تزوجتي، كيف يعني في زواجك السابق كيف كان هذا الشيء لسه بيصير الأكل السري قبل ما أتكلم عن التغيير؟ كان شوفي، لما مثلا لما كنت عايشة، ما تزوجت وكنت عايشة مع شخص، كنت حاسة إنه في برضو أحد فما حسوي قدامه برضو، يعني كان عندي نفس، بس ما أقول لك شوفي ما كان إكستريم لدرجة إني مثلا عمري ما، بس كان لما حتى لما مثلا لسه نطلب كيكة على البيت، مثلا أكون مع مثلا مع أهل ولا كذا ونطلب كيكة مثلا، أكلها وأقول يا الله اليوم أنا مخبص، عرفتي؟ وأحس I have to justify it، لازم أدي كيف تبرير. تبرير. إنه خصوصا عشان food evolution كنت حاسة نفسي في ذا البوكس، إنه كنت حاسة الصحة ودحين حتيجي تاكلين كيكة تجيب بالضبط العيد. بالضبط بالضبط. عشان كده حتى احاول في انستغرام مثلا لما اكل بيكري، ام صاحبتي مريم اللي تعمل كوكيز وعندها كوكيز شوكليت دارك شوكليت مع كوكونات، عشق، فلما اطلب منها ولا تبعت لي اصور واقول انا باكل، يعني ما ابغى احس اني ولا احسس احد اني انا بالضبط. وهذا الشيء انا راضيه عنه، وبالعكس حاسه انه الحمد لله وصلت زي ما قلت لك، غيرت علاقتي بالاكل بالوعي اللي حصل من خلال البرنامج هذا. قبله كان لسه في ذا الشيء وانا ماني واعيه عليه اصلا، ماني عارف انا كنت طيب سؤال، متى جاكي الكف ده؟ متى اول مره انتبهتي انه يا الله انا بسوي ذا الشيء؟ اكيد من ضمن الكورس، بس هل تتذكري يوم معين او وقت معين فجاه انتبهتي انه نوال لازم اواجه نفسي، لازم تواجهي نفسك؟ هو كان متدرج، يعني خلال الكورس كان لأنه الكورس بدايته كانت عن النفسية أكثر من النوتريشن، أكثر من التغذية، كان علاقتنا بالأكل، نفسيتنا، هذا كله. فعشان كذا أنا مرة حبيته لأنه كان شامل، ولما شفت إنه يا الله من جد أنا كذا كمان، مو بس الناس اللي حاسوي لهم كوتشنج، لا أنا كذا وأنا لازم أغير ذا الشيء فيه وأكون صادقة مع نفسي وعادي، عرفتي؟ والصراحة إلى الآن جزء مني، إلى الآن في جزء مني يعني مرة أحس بذنب لما أشوف مثلا أشوف واحدة بتقلي سمبوسة، دحين في رمضان واحدة في إنستغرام مثلا بتقلي سمبوسة، أنا ما أقلي سمبوسة، وأشوف وأقول يا الله هي كيف كده بكل ما بقول جرأة، بس يعني بكل قوليها كيف بتطلع أونلاين وبتقلي، سبحان الله عرفتي؟ يعني بأحكم وبقول هي كيف حتى بتوري الناس انها بتقلي، يعني اقلي وانت ساكته بس لا توري الناس، فهمتي؟ حقيقي بيجيني غالبا هي ما تعرف، وهي مثلا الحساب حقها عادي، حق طبخ، ما هو حق صحه، ما هو حق، بس بيجيني شعور انه انت ما تنكسفي انه الناس تشوف انك انت بتسوي شيء غلط، عرفتي؟ وبرجع اقول لنفسي انت ايش بك، يعني خلي البنت براحتها بكل برود، هي دي الكلمه بكل برود، عرفتي؟ لا، كل حكما على الاخرين هو في الاصل حكما على نفسنا، يعني لما نكون شديدين على الاخرين احنا شديدين على نفسنا. ويمكن اليوم لما تكوني متصالحه مع نفسك او متسامحه، متعاطفه مع نفسك، كومباشنت، تتعاطفي مع الاخرين اكثر. بالضبط هو ده exactly. انه كذا كان كانه الاكل الغلط عيب، يعني كذا عملت مصيبه. ايوه يعني حتى لو حتسويه يعني استروا ما واجهتم، لا توري الناس، انت كان بيجيني زي اول تاكلي الحلاوه في السر، هو ده. فسبحان الله اقول لك يعني ما يعني فزي ما قلت لك الموضوع صار على مراحل، موضوع الوعي حصل في الكورس، كان يمكن اول مرحله واول كانه احد كب علي مويه وقال لي ترى طلي في نفسك انت كمان، لا تجلسي تشوفي الناس تقولي ترى ما ينفع تطلبوا ده، ما ينفع تسووا ده، وتكوني انت ترى لا انت كمان بتسوي كذا بس انت بتضحك على نفسك، عرفتي؟ او فين انت ما انت منتبهه بالضبط. هذا كان يمكن 2017 ولا 16 زي كذا. بعدين throughout the practice حقي او throughout لما بدات اعمل الكوتشنج سيشنز واشوف الناس واتكلم معاهم وكذا، صرت لما وطبعا السكيلز اللي تعلمتها في الكورس طبقتها على نفسي، وزي ما قلت لك حتى في نواحي ثانيه في حياتي عرفت اوعى انه انا ما بسوي ذا الشيء
it's not genuine. يعني ما أبغى أكون حقيقي صاحبة دي الإنسانة، ولا ما بكون مع ذا الشخص، ولا ما أبغى أسوي ذا الشيء عشان بسويه وأنا ماني صادقة. يعني جوتي ما هو كذب، أنت فاهمين قصدي؟ أيوة، تبي تكوني شفافة وحقيقية أكثر. هذا وأبغى أعيش أنا authentic life، حقيقي. إيش يعني authentic؟ يعني صادق I guess. أيوة حياة من جد صادقة. ما أبغى ألبس بطريقة معينة عشان أكون بسوي الشيء الصح، بس في نفس الوقت أنا من داخلي بقول أنا مو أنا، مو أنا، هذه مو أنا، هذه مين؟ عرفتي؟ فكان فيها سوري قول. لا لا تفضلي. كنت بقول لك كأنه لما كنا صغار انطبع علينا طبعا انه ايش هو الصح في الاكل، ايش هو الصح في العلاقات، ايش هو الصح في الاخوه، ايش صح في الامومه، ايش صح في الزواج، اوكي، ايش صح في البيت. وكان ما هو هذا الصح حقك انت، بس انطبع انه هذا هو الصح وعشنا بنمثله مره كثير، الين ما فجاه بدانا ننفصل عنه في بعض جوانب وفي جوانب لا، وصرنا ما احنا متاكدين هل اختار نفسي ولا اختار الصح. بس وبعدين فجأة يجيني كف إنه طب يمكن نفسي صح برضو. أيوة. وبعدين فجأة مع شغلنا على نفسنا تستوعب إنه نفسي صح وهداك كان صح بس لأحد تاني. أيوة. أو كان صح لي في وقت تاني. تقدر تلاقي شيء في النص على قولك، أو يكون شيء يجي بعد شيء تاني، عرفتي؟ يعني لما نختار الشيء عشان نرضي يعني أحد تاني أو يعني الموضوع مرة حساس ومرة كبير، وما بقول كلمة، فهمتي قصدي؟ It's just زي ما قلت، يعني موضوع علاقتنا بالأكل له علاقة بأشياء تانية مرة كثير. المجتمع، شكلك قدام الناس، اجتماعياً إيش حيقولوا لو نوال دحين أكلت خبصت في الأكل، بجانب هذا، وبعدين كيف أنا منظري، وكل تجارب الطفولة اللي كنا نتكلم عنها. فحلو إنه الواحد يشوف. يعني عندي مرة مثال صغير، أنا يعني وانا كبيره كنت اكل اكل صحي واختيارات صحيه وكذا، وكنت احسب انه ما عندي ولا مشكله تخص الاكل. بعدين كنت في برنامج علاجي تشافي وكنت مكثف، وكنت هناك لمده اسبوع في ذا هوفمان بروسس، وانتبه لنفسي واخذت معايا سناكس قبل ما اروح كلها صحيه، جزر وخيار وحمص وكراكرز كلها صحيه واشياء ما فيها سكر. بس بين الكلاس والكلاس اطلع الغرفه وبسرعه اكل مره كثير، احشي فمي كراكرز مع حمص وارجع عنده مره ثانيه. وهناك في يوم جاني كف انه ما له دخل انه هذا الاكل صحي ولا ما هو صحي، ولا فيه سكر ولا ما فيه سكر، ليش بتاكلي دحين؟ هل بتاكلي حقيقي جعانه، ولا حقيقي بتاكلي عشان تبغي تدفني احساس او بتطبطبي على نفسك او الحب بالنسبه لك من خلال الاكل؟ فانتبهت انه انا عندي ادمان على الاكل بين قوسين حتى لو كان صحي. ايوه بالضبط. وبدات انتبه من فين ده جاي، واتعامل مع الاحساس، وسويت مره كثير ثيرابي، يعني عديت بمراحل تشافي مره كثير عشان اوصل للجذر حقه، لكن الوعي هو الاساس. أيوه. عشان كذا مره عجبني في الكورس حقك امس لما تكلمتي قلتي انه نبدا بالوعي. ايوه، فانت وعيتي انه انت كنت بتاكل، انه في جوانب منك كانت ما هي مره حقيقيه او تحتاجي تشيكي فيها على نفسك. أيوه. وتراجعي نفسك فيها، بداتي تشتغلي على نفسك. أيوه. وبدات تتغير معاكي شويه شويه وتتفكك، صح؟ ايوه، هذه كانت اول مرحله اللي هي throughout the course. بعد كده برضو اي يعني حصلت احداث كبيره في حياتي، عائليه، هذا كله، كل ما يحصل شيء احساسه عميق او يكسر او يضايق او كده، زي ما دوبك قلتي بالضبط، اكل صحي بس اكل في وقت ماني جيعانه فيه، باكل عشان ابغى احس نفسي احسن، ابغى اطبطب على نفسي، زي ما قلتي بالضبط، خيار مع حمص، جزر مع حمص، بس كثير. ايوه، وما وقت في وقت ماني جيعانه، يعني حتى لو كان نقنقه ابغى اشغل يدي وبالي، وابغى اسوي شيء، وابغى اسوي شيء ماني حاسه. يعني لو اخذت ايس كريم وقعدت اكل زي في الافلام ححس نفسي أسوأ، حاجلد ذاتي على قولك، عرفتي؟ حقول لا، هذا الشيء حيخلي، يعني معناتي انا كمان بطاله في ده وبطاله في ده، اي فيل باد. بس لو اكلت سناك صحي ححس لا عادي، انا ما عملت شيء غلط، انا ما عملت شيء، بالعكس بفيد جسمي. بس الفكره في العلاقه، ما هي فكره في محتوى الاكل، الفكره في علاقتي مع الاكل. اذا انا ماني جيعانه، وإذا ما في أي سبب إني آكل، ليش بآكل؟
طبعا كثير في اشياء كثير ثانيه غير النفسيه، في العطش، في ناس بتاكل عشان تحس نفسها جيعانه بس هي اصلا عطشانه، الجفاف يسبب هذا الاحساس او ما انت عارفه انت جيعانه ولا عطشانه. في اسباب مره كثير حنتكلم فيها كمان في الكورس اللي الحين بنسويه في رمضان على انر لايت، لكن هذا جزء من الرحله اللي انا عديت فيها. فكره طب نوال ابغى اسالك، ابغى نكمل على رحلتك انت، فانتبهتي وبداتي تغيري الاشياء، كيف تغيرت علاقتك بالاكل من انه هذه الاشياء غلط وممنوع اكلها واكلها في السر لعلاقه جديده؟ ايش علاقتك الجديده اليوم بالاكل؟ علاقتي الجديده اليوم في الاكل هي لسه علاقه بشتغل عليها بكل صراحه. احب الاكل اللي احب الشيء اللي باكله واكل الشيء اللي احبه، يعني مهم مره عندي اني اكون مبسوطه وانا باكل ذا الشيء. كيف اكون مبسوطه؟ طبعا هذه القاعده نقدر نقولها ونخرب صحتنا، لانه ما نعرف ايش يعني احب ذا الشيء، احبه ليه؟ اذا احب الشيء اللي ما بيفيدني هذه يمكن ما هي علاقه صحيه بالاكل، لانك بتضري جسمك على المدى الطويل اذا هي عاده، يعني فطور غدا عشاء حياتك كلها كذا. إذا ما فترة فترة طبعاً it's different. لكن علاقتي، سألتيني علاقتي اليوم بالأكل كيف؟ أول شيء المايندفولنس، حضور الحضور، وهذه اتباعاً لسنن كمان. هذا الشيء موجود في ديننا وموجود في تربيتنا يمكن أكثرنا ومتعارف عليه، بس مو دائماً نسويه. لما نستحضر النية قبل ما ناكل، ولما نقدر الشيء اللي بناكله، ليش بنقول ادعيه؟ وليش بنفكر في الاكل من فين جاء وكيف ناس ثانيين ما عندهم هو، وده الكلام هذا كله تفكر، وهذا كله يخلي علاقتي بالاكل عميقه مره وحقيقيه، عرفتي؟ وبعدين الاكل اللي انا بسويه احب اسويه بطريقه زي ما قلنا من اول، احاول اني اسويه بطريقه تسعدني انا، احب الصحن يكون ملون. فزي ما يقولوا eat a rainbow، تاكل الوان قوس قزح مثلا، انك تلوني صحنك، ما لانه الاكل لما تشوفي خصوصا في رمضان، سفره رمضان احيانا كثير تكون السفره صفراء، بيج، عرفتي؟ مقالي، سمبوسه، تميس، عيوش، مثلا شوربه حابه او شيء، يعني كله ابيض، كله اصفر وابيض، عرفتي؟ لما بس تطلي نظرا، يعني ما بتكلم على صحه، بقول تطلي بس في الـ في الـ في الـ سفرة كثير مرات تكون مونوتون. وواحد من قواعد التغذية انك تاكلي اكل ملون، طبعا الوان طبيعية، معناته انك تشكلي في الخضار، تشكلي في الفاكهة، تشكلي في انواع الاصناف اللي انت بتاكليها. فايوه، فحسيت لما طلعت في الاكل من ناحية فنية، خصوصا بعد ما رحت لندن وتعلمت هذا الكورس اللي نمى لي كمان السكيلز حقتي او مهارات المطبخ. ما كانت بس طبخ، حتى في بالي مثلا في اندونيسيا اخذت كورس عن الطبخ، او مو الطبخ، تحضير الطعام، لانه هو اكل ني، بس تحضير طعام بطرق ينوف ما تتخيلي قديش رهيب. يعني تعملي راب اللي هو العيش هذا التورتيه، بس تعمليه من مثلا تاخذي بامكن وتجفف، تسوي بيوريه، قرع وتسويه على الخلاط، يعني بيوري زي اكل البيبي، وبعدين تحطيه في الديهايدريتر. نوف ترجمي لي دي الكلمات لاني ماني عارفه. تجففي في الماكينه اللي تجفف او في الفرن، حيطلع معاكي بالوصفه دي، حيطلع معاكي شيء تقدري تحطي فيه وتقفلي الساندوتش وتاكلي. ففي اشياء زي كده بسيطه، افكار مره كرييتيف، وخلتني من جد اطول في الاكل بطريقة فنانة أكثر، وبطريقة إنه عالم مرة حلو، عين جديدة. بالضبط بالضبط. طيب نوال، فاللي فهمته، وقولي لي إذا صح ولا لا، اللي فهمته من كلامك إنه كنتي لما تاكلي في السر الأكل السري أو الأكل الممنوع، كنتي تتضايقي وأنتي بتاكلي، ما تاكلي وأنتي مبسوطة. لا، أنا باكل أم فاين، وأنا باكل آكل وأسكت وخلاص أنسى، عرفتي؟ بس بعدها يجيني تأنيب ضمير. تأنيب الضمير. فبعدها قررتي انه تبغي تاكلي اكل غالبا او دائما او اغلب الوقت يحسسك بالسعاده وانت بتاكلي وبعد ما تاكلي. ايوه. طيب وايش، كيف علاقتك اليوم مع الاكل هذاك اللي كنت تسميه ممنوع، مع الكوكيز، مع الفاست فود اللي هو؟
حقيقي يعني ما صار من جد بكل صراحة ما صار يجيني إحساس ذنب، وما أعرف كيف حصل ذا الشفت، يمكن من خلال العمل على نفسي فعلا، على نفسي كنوال، مو كنوال مع الأكل، بس على شخصيتي، على الناس اللي أحيط نفسي بيهم، على الكلام اللي أقوله لنفسي، العادات اللي أسويها كل يوم. فلما أكون ماشية وبعمل الشيء يعني زي ما قلتي، لما آخذ مثلا هذا الشيء مثلا دارك شوكليت بار ولا الكوكي مثلا، عندي هذه وصفة جدتي حقت الكوكيز اللي بالشوفان، مرة أحبها، هذه نقطة ضعف عندي، أعشقها. فلما يكونوا عاملينها في البيت ولا أنا أقرر أقوم أعملها، صرت لأني ماني حاسة بالحرمان، ماني حاسة إني يعني عملت شفت إنه السكارسيتي مايند سيت أو المايند سيت حق الحرمان والنقص راح انقضى، صار انه موجود، اذا ابغى حاخذ، اذا ما ابغى ما حاخذ، اوكي ما هو ممنوع. وهذا اللي برضه بسويه مع اولادي ومع الناس اللي بس اشتغل معاهم. ايوه، فهذه فكره انك تغيري هذا المايند سيت، انه بدل ما تكوني تحسي بذنب، لا اوكي ترضي، تسمح لنفسك وتوازني. فايش لما يسوي الكوكيز ايش تعملي؟ عادي اخذ واحده وانبسط بيها، وممكن اخذ اثنين، وبعدين خلاص اعمل لنفسي ده، حتى ما اضطر اني اوقف نفسي، خلاص اكون انا حاسه بشبع وبرضا اكتفاء انه ما حيخلص، ما حينتهي. بالضبط. نور قبل كم يوم قال لي انه لما كان جايكي عشان ترتبوا شيء للكورس من اول، قلت قال لك اجيب عادي اجيب دونت للاولاد. ايوه سالني. لا وبعدين انا قلت كيف تسال نوال هذا السؤال؟ فقام قال لي قالت عادي. بتعرفي ايش جاني احساس؟ انت قلتي تشيلي هم الناس ايش تقول عنك. ايوه والله مره قدرت انك انت ما انت حارمه اولادك. أيوه. ومره مره الهمني انه كيف، لانه انا احيانا اكون مره شديده على اولادي. أيوه. برضو بسبب تجاربي انا، فمره عجبني وقلت حلو انها هي ما تحرمهم، ما حشتري لكم دونت كل يوم، ما هو على السفره كل يوم في شيء مقلي ومليان سكر، لكن كل فتره والتانية عادي تذوقوا قدامي. بالضبط هذا هو حقيقي مرة ألهمني. واحدة من الأشياء، يمكن ما أعرف إذا حيمدينا نقول كل شيء، بس واحدة من الأشياء اللي مرة كانت تلهمني في بيني وبينك، في الصداقة اللي بيني وبينك، إني كنت دائما أسألك كيف تشجعي أولادك يحبوا ده الأكل. أيه. كنت تقولي لي أشركهم. أيه. معايا، إنه تعالوا سووا معايا، تعالوا العبوا، كنت تقولي إيش؟ يختاروا خضرة جديدة. أيوه أوديهم، كان عند هذا عم أمين الله يرحمه، توفى قبل شهر، في الخلدية محل حق فواكه أو أي محل بيسكلي، تاخديهم على محل الخضار والفواكه وتقولي لهم اختاروا شيء أنتم ما تعرفوه، شيء جديد يلا ميستري. وطبعا الأطفال زي ما قلنا من أول يعشقوا يختاروا، عندهم فضول، عندهم فضول، فتبني على ذا الفضول، اختار شيء أغرب شيء أنت شايفه، ويروح يختار شيء غريب، مرات أنا ما أكون عارفة شو هو، خصوصا في الماركت مثلا برا، يكون ماركت في شيء في بلد ثانية ما يطلع عندنا مثلا، شيء ماني متعودة عليه، اروح اسال الرجال او الست اللي بتبيع، اقول لهم ايش ده؟ عرفتي؟ حتى قدام الاولاد يضحك، يقول كيف ما تعرفي؟ عادي نضحك في الموضوع، واسالهم كيف ممكن اسويه؟ انت يعني مثلا في بريطانيا، طب انتوا هذا بيطلع عندكم، انتوا كيف تسويه؟ فمنها يحصل علاقه مع الشخص اللي بيبيع، وننبسط بالحكاوي، ويصير علاقه مع هذا المنتج كمان، حيفتكروها يمكن لما يكبروا، ويساعدوا في الطبخه. بالضبط، نتعلم شيء جديد، فندخل اونلاين، مرات نشوف في بنترست، مرات نشوف في كتب كيف نطبخه، ومرات نخبص ويطلع طعمه بطال. في افتكر مره في شيء اسمه بيتر جورد كذا، شكله زي الخيار بس عليه زي الدبابيس، مره مفيد للصحه طبعا، بعدين عملت عنه ريسيرش، ولكن طعمه مر، ها مريع. طعمه مر، الحمد لله، الله يكرم النعمه، طعمه مره مر، مره مر يعني كذا ما تقدر تاكليه. طبعا بعدين صرت احطه مثلا في العصير الاخضر، احط كميه بسيطه، خلاص ما تحس بطعمه، بالعكس مره لذيذ مع الجنجر. هم جربوا شيء جديد وما صاروا يخافوا، مو انه خضار معناته رعب او غصب او ايوه او فكذا، كانوا هم جزء من التجربه كمان. في مرات جربوا اشياء واكتشفوا انه يحبوها. بالضبط ايوه. ومرات لو اعرف شيء مثلا زي الباذنجان ما يحبوه ولا يبغوا يجربوه اصلا، خلاص في احد قال لهم انه ما هو حلو، ما ادري ايش صار، خلاص عندهم كذا. رحت مره عملته زي التشيكن ناجت، شكله يعني كذا مربعات صغيره، وحطيت اظن الوصفه بنسي، المهم كذا مربعات صغيره، وفي بيض وفي بقسماط، بقسماط وفي الفرن، زيت زيتون وفي الفرن، وطلع وعملت مارينارا صوص، توميتو صوص، صوص طماطم زي حق الباستا، ويغمسوه.
طبعا اول ما جاء ماما ايش هذا دوبو دوبو، بس فرح ما اقول لهم تشيكن ناجتس، اقول لهم بس دوبو. ليش هو تشيكن ناجتس؟ اقول لهم بس دوبو صدقوني مره راح يعجبكم. وفي المود وادخل انا ادوق يام واعمل كذا الجو معاهم. تحمس. فعندي سليمان الصغير يحب يدوق اكثر، بس ايذر وي هم الاثنين يدوقوا، ومرات بس واحد يدوق. اتس اوكي نو بريشر، بس اقول له حتى لو قالوا ما نبغى اقول لهم بليز عشاني وكذا، بليز بس دوقوا واحده، اذا ما عجبكم والله ما حاطلب منكم تدوقوا ثاني. وفعلا هذا اللي يحصل، و50 50، مرات يعجبهم ومرات يقولوا البتنجان ايش ايش قال؟ مره عجبهم البتنجان، مره عجبهم بهذه الطريقه، طالع. والى اليوم يطلبوه دائما، هم ما يحبوا. بقول لك كان عندهم مشكله مع البتنجان، امس لسه عملناه ثاني ومره صار ومره يحبوه، وخلاص فكره ان البتنجان مو لذيذ اتبخرت من مخهم. عرفتي؟ سويتها نفسها مع اولادي بعد ما عملتي البوست، وصار نفس الشيء. بس بعضهم لما عرفوا انه البتنجان يعني اولادي وبنات نور قالوا انه لا ما نبغاه، والبعض الثاني والله تنازلوا على الايجو حقهم وعجبهم. ايوه. طيب نوال، عشان الوقت بس كنت ابغى اقول مره شكرا انه حكيتينا هذه التجارب كلها، ومره شكرا انه اخذتي الدعوه حقتي انا ونور انك تعملي كورس على انر لايف. شكرا لكم والله، يشرفني مره. شكرا حقيقي، ما اعرف كيف صار اللي صار وكيف ترتب اللي ترتب. انت بعثتي لي مسج، جاني ايميل من انر لايف، فخوره بيكي نوف، قلت لك يوم من الايام لازم تسوي عندنا كورس. قلت لي امس كنت برتب يلا نتكلم، عملنا مكالمه هوب هوب، يعني ما اعرف مره من جد تدبرت كذا، سبحان الله تدبرت وتسهلت وكذا. مره متحمسه على الكورس حقك، و انا شخصيا بطبق الاشياء لانه انا شخصيا في اشياء كنت عالقه فيها ماني عارفه اضبطها، ومره احب كيف انه الصيام يساعدنا نبدا شيء جديد او يساعدنا نبدا عاده جديده ونغير اشياء، لانه زي كانه يعمل ريست. وهذه فكره البرنامج، ايوه، اعاده تشغيل لعاداتنا، وهذا اكثر شيء يمكن حنركز عليه. وحلقه او الدرس حق بكره حيكون ان شاء الله عن يعني مكثف عن العادات، لانه هذا اهم شيء، هذا اللي يكون مستقبلنا. عاداتنا الصغيره حقت كل يوم هي عاداتك، هي انت يعني، هي اللي تخلي هي مستقبلك. عرفتي؟ وتغييرها هي ذات هاو يو تغيري مستقبلك. يعني متحمس على الاشياء العقليه، بس متحمسه كمان على الوصفات. ايوه ان شاء الله. حتى انا على دائما كنت مره اتحمس على الاشياء اللي تسويها وتجيبيها لما كنت تيجي ذا لايت هاوس عندي في المركز حق المديتيشن، ونفسي اعرف كيف تتسوى، فمتحمس على الوصفات. شكرا ليكي، ويمكن ما يعني ما يمل ذا الحوار، وبس اشوفكم بالف الف خير.